هناك صفة أساسية لزراعة الاستقرار النفسي في داخلك أيضا وتطوير ذاتك، هي صفة مهمة جدا وهي تقبل الذات. يجب عليك أن تتقبل ذاتك بكل صفاتها وخصائصها ولونك وشكلك وشعرك. يجب عليك أن تتقبل جسمك كما هو، يعني يدك، عينيك، لونها، لون جلدك، لون الشعر. ما في إمكانية إذا أنت حبيت أنه يكون عندك استقرار نفسي وعاطفي وداخلي وثقة بنفسك، يجب عليك أن تتقبل ذاتك كما هي ولا تحاول أن تقلد أو تلون أو تغير من خصائصك الأصلية. حاول أن تكون هو أنت ولا تغير من شكلك أو لونك أو جلدك أو شعرك، لأنه هذا صفة أساسية وضرورية لتقبل الذات وتطويرها ومن أجل الاستقرار النفسي والسلام الداخلي يعمرك يعني بشكل كبير. وهذه الصفة احرص عليها، وإن شاء الله حنكون معكم في كورس بإذن الله قريب، يعني خلال نهاية شهر 7 بإذن الله. تابعونا بكل جد.